بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزتي المشاهدات، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أرافقكم في حصة تاريخية موجزة بعنوان أبيض وأسود على قناة الشروق نيوز أسبوعيا، وسنتعرف من خلال هذه الحصة إن شاء الله على لمحات من تاريخ أجدادنا وأمجادهم وبطولاتهم. قد يتساءل البعض عن أهداف هذه الحصة الموجزة في دقائق. طبعا هناك أهداف تربوية نسعى من أجل تحقيقها، وكذلك أهداف علمية، وفي مقدمتها تحصين المجتمع بالوعي التاريخي. نحن أحوج ما نكون إلى الوعي التاريخي في زمن العولمة الغربية التي تسعى من أجل محو خصوصيات الشعوب. فلذلك من حقنا أن ندافع عن هويتنا وعن ثقافتنا العريقة التي تميزنا عن غيرنا من الشعوب. هدف آخر لا يقل أهمية عن الهدف الأول، وهو تمتين اللحمة الوطنية بين الجزائريين عن طريق التركيز على الأحداث الكبيرة وعلى الأعمال التي تجسدت فيها وحدة الجزائريين، سواء في النضال من أجل التحرر أو في المدارس في خدمة العلم أو بالأقلام. فإذن علينا أن نركز على تاريخنا المجيد الذي صنعه أجدادنا بدمائهم وعرقهم وبأقلامهم أيضا. لعل كذلك ما يتبادر إلى الذهن من الأسئلة، باختصار على كل حال، ما هو التاريخ؟ ما هو التاريخ؟ هل يمكن أن نختزل التاريخ في كونه عبارة عن حكايات وأحداث مضت وكفى؟ طبعا هذا التعريف المبسط غير صحيح. التاريخ باختصار هو علم يهتم بماضي الإنسان، علم يهتم بماضي الإنسان من أجل الاستفادة من تجارب الأولين. نحن نعلم أن الماضي مثلما قال ابن خلدون هو كتاب العبر، وكتاب العبر، وهذه العبر تتمثل في الانتصارات التي حققتها البشرية، وكذلك في الانكسارات، لأننا نستفيد من الانتصارات بقدر كذلك ما نستفيد من الانكسارات. فعلى سبيل المثال، حينما نتحدث عن الحرب العالمية الثانية التي دمرت العالم وأسفرت عن قتل حوالي 50 مليون إنسان، نستفيد كيف حدثت هذه الكارثة ولماذا حدثت هذه الكارثة. فإذن عبر التاريخ مهمة ومهمة جدا. فتسمية التاريخ، هذه الكلمة أو هذا المصطلح، لم يرد في القرآن هكذا التاريخ، وإنما ورد بكلمات أخرى، مثلا عندنا القصة، مثلا عندنا النبأ، مثلا عندنا الحديث. فإذن التاريخ أشار إليه كذلك الشعراء في قصائد تعتبر عيون الشعر. ومما قيل في مجال التاريخ: واخدع ما شئت من الأحياء
فلن تجد التاريخ في المنخدعين، أي أن الإنسان الذي يلم بتاريخه ويطلع على تاريخه وعلى تاريخ البشرية لا يمكن للعدو أن يقضي عليه، حتى ولو انحنى مؤقتا فإنه سرعان ما يستعيد حيويته وسرعان ما يعود إلى حالته الطبيعية. وكذلك من عيون الشعر التي تحدثت عن أهمية التاريخ، ومن درى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. ومن درى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. تصوروا جيدا أن الإنسان الذي يلم بالتاريخ، الإنسان الذي يدرس التاريخ، كأنه أضاف أعمار الأجيال السابقة المتعاقبة إلى ثقافته. وكذلك نحن نعلم أن الأمة التي لا تحسن قراءة التاريخ لا تستطيع صياغة المستقبل. يعني الأمة التي لا تستفيد من التاريخ، لا تحسن قراءة التاريخ، لا تستطيع صياغة المستقبل كما ينبغي. وقيل أيضا أن الأمة التي لا تستفيد من التاريخ محكوم عليها أن تعيش من جديد مآسي التاريخ. وعلى أي حال هناك عيون الشعر الكثيرة تحدثت عن أهمية التاريخ، أكتفي بهذا القدر وأعود يعني إلى المؤرخين الكبار الذين عرفتهم البشرية. كاين أسماء كثيرة، كاين هناك هيرودوت اليوناني الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد وتحدث عن سكان شمال إفريقيا، في هذاك الوقت كانوا يسمون بالليبيين. وكذلك سالوست الذي تحدث عن حروب يوغرطا. هناك مع الأسف بعض الدول الغربية التي تحاول تشويه تاريخ الجزائر والإساءة إلى الجزائر ويقول أنهم ما عندهمش تاريخ. فأقول أنا فمن الأدلة التي شاهد من أهلها سالوست، ما كتبه سالوست عن غير دو جوغورتا، حرب يوغورتا ضد الاحتلال الروماني. هذا يوغورتا كما تعلمون عاش في القرن الثاني قبل الميلاد، وسالوست كتب هذا الكتاب بعد يوغورتا. إذن مهم جدا أن نطلع على التاريخ من أجل نفض الغبار عن أمجادنا وعن أصالتنا وعن عراقة الدولة الجزائرية الضاربة بأعماقها في التاريخ. عندنا كذلك المؤرخ الأمريكي ويل ديورونت، معروف بكتابه قصة الحضارة، وهو كتاب أيضا مهم ومهم جدا. بالنسبة للتاريخ عند العرب عند المسلمين، في الحقيقة بدأ يظهر بوضوح منذ القرن التاسع الميلادي. فهناك بعض الأسماء مثل ابن قتيبة في القرن التاسع، صاحب كتاب المعروف عيون الأخبار، وعندنا ابن عبد الحكم فتوح مصر وإفريقيا في القرن التاسع، عندنا الطبري المعروف كذلك بكتابه تاريخ الأمم والملوك، المسعودي مروج الذهب، ابن الأثير الكامل في التاريخ، ابن خلكان وفيات الأعيان تحدث عن الأعلام، وابن خلدون الذي يعتبر واضع أصول التاريخ من خلال كتابه الشهير كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. فهذا ابن خلدون فعلا هو الذي وضع فلسفة التاريخ وأصول التاريخ
لأنه لم يكتفي بسرد الأخبار كما فعل غيره، بل وش قال ابن خلدون؟ قال التاريخ ظاهره خبر وباطنه تحليل ونظر، وباطنه تحليل ونظر. وأدوات التحليل وش هي؟ في المجمل أربع أسئلة: متى، أين، كيف، ولماذا. هذه هي مفاتيح التحليل والتعليل والنظر في التاريخ. لا بد من تحديد الإطار الزماني، لا بد من تحديد الإطار المكاني، ولا بد من إعمال العقل، من إعمال العقل من أجل غربلة الأحداث. لأنه نقدروا نقرأ مثلا، نقرأ تاريخ معين في ساحة معينة، يقول لك وقد حضر فيها 100,000 عسكري من الطرفين، ولكن حلكي نرجعوا مثلا لهذه الساحة ونروحوا نقيسها، نجدها لا تسع أكثر من 5,000 جندي فقط. فلذلك نرفض هذا العدد، نرفضه بناء على معطيات. فإذا ابن خلدون هو الذي وضع أسس علم التاريخ. وإذا انتقلنا إلى المدرسة التاريخية الجزائرية، عندنا أسماء كثيرة ساهمت في بناء المدرسة الجزائرية خلال فترة الاستعمار. باختصار أتحدث، أذكر مبارك الميلي تاريخ الجزائر في القديم والحديث، كتاب الجزائر أحمد توفيق المدني، تاريخ الجزائر العام عبد الرحمن جلالي، المغرب الكبير محمد علي دبوز، مسكو الختام حكمة مفادها اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. إلى اللقاء في الحصة القادمة.